بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد تحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا التاسع، شوط الختام في هذا المهرجان، شوط خاص بالحجايج الابكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ سن المستقبل. نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة وجائزة هذا الشوط كاس سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. الكل يطمح في المشاركة وفي الكاس، ومع هذه الأسامي القادمة بكل قوة في هذا العالم الساحر نتابع البداية والمقدمة. وأرى هناك سيوف، أرى سيوف على الصدارة، سيوف على المقدمة من شعار هجن البشاير بقيادة موسى بن علي اليحافي. من يقدم هذا الاسم؟ روعة مع المركز الثاني من هجن سعى السلام خالد بالمرمى الحلوة في المتابعة. المركز الثالث الشاهينية لهجن سعى السلام عبد الله بن سعيد بن حمد الهايري. المركز الرابع تتقدم، تتسلل، تنطلق محنة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد بن طارش المسافري. يقدم هذا الاسم بهذا الشكل الفريد والمتميز. ومع المركز الخامس شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ياتي بهذا الانطلاق بتحديات وتقدم وانطلاق هزر بشعار ايضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيعه يعلن هذا الانطلاق، وصلت طفره مع المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. سعيد بن عبد الله بن حميد بن شره الخاطري. ومن الجانب الاخر، حوريه لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد بن طارش المسافري. يقدم هذا الاسم سن الحجايج، السن القادم بكل قوة اجتمعا في موقع واحد. شوط مثير، شوط مرعب بالفعل مع هذه الشعارات، مع هذه الأسامي العملاقة. وروعة من هجن سيح السلم خالد بالمرمى الحلوة يقدمها. ولكن حورية القادمة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد بن طارش المسافري. مهذب مع المركز الثاني، اللبسه مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى علي بخري بن سعيد بن عنتر الغفلي. ومع المركز الخامس ارصد للشاهينيه من هجن سيح السلم بقياده ومتابعه عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري. امسه خماسيه مع الاسامي الخمسه المتقدمه في هذا الشوط. روعة على الصدارة. واللحظات الأخيرة عرقوب بن علوه 600 متر المتبقية من عمر هذا الشوط، الكاس يلمع في المنصة مع هذا الانطلاق المتميز. والكل يطمح وحورية انطلقت يا زينها يا جمالها يا روعتها بهذا الانطلاق. حورية روعة. الله ما شاء الله. حورية روعة. ولكن حورية بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. سلام من القوين، سلام بهذا الانطلاق. وحورية تنتزع الكاس. سلام من القوين، سلام. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، تهانينا لطارش بن راشد بن طارش المسافري. حورية انتزعت الكاس في هذا المساء الجميل وفي هذه التحديات الرائعة. تهانينا لطارش بن راشد بن طارش المسافري بهذا الانطلاق. حورية قدمت الأداء المتميز والعرض المثير، وجاءت بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 20 ثانية
30 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، والتوقيت لأول مرة يتسجل على أرضية هذا الميدان، ميدان اللبسة، ميدان الشعب، حدث في التوقيت في هذا المساء، وحورية اللي قدمت الأداء المتميز. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، روعة مع المركز الثاني. توقيتها الزمني 4:20:48 من الثانية. تهانينا لهجن سيح السلام، تهانينا لخالد بالمر بن حلوة من قدم أيضا روعة مع المركز الثاني، ثالث المراكز. الشاهينية من هجن سيح السلام 4:20:98 من الثانية. تهانينا لهجن سيح السلام، تهانينا لعبد الله بن ثعيلب بن حمد الهاجري. حضرت حورية في هذا الانطلاق ومع هذا السن، سن الحجايج. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، ولي عهد إمارتهم القوين ودعمه المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد على أرض هذا الميدان. تهانينا والناموس للجميع.